السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، في هذا الفيديو غيكون تكمله للفيديو الاول اللي درنا فيه الطريقه ديال تفصيل الفستان بقصه في الصدر. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات غناخد القطع اللي غادي ندير بها لي فرونش في الصدر، غادي نطويها على اثنان وغادي نخيطها. كيف شفتوا البنات، غادي نخيط القطعة الثانية. من بعد البنات غادي نرجل الماكينة على النمرة 5 باش نخدم لي فرونش. غادي نخلي لكم الطريقة ديال لي فرونش في صندوق الوصف، تقدروا انكم تشوفوا الفيديو. ومن بعد ما خدمت لي فرونش البنات القطع بجوج، غادي نجيب القطعه ديال الامام كيف شفتوا، وغادي نخيط عليها القطعه كيف شفتوا البنات. كندير الوجه على الوجه وكنخيطوها البنات. كيف شفتوا انا وكنخيط وانا كنقاد في لي فرونش، mm.
كيف شفتوا البنات، انا كنخيط وانا كنقاد في نفس الوقت في لي فرونش باش ما يجيوش بلاصه كثار وبلاصه قلال، خاصهم يجيو متساويين على القطعه كامله. باش يعطيو جمالية الفستان. ولا شاط شي شويه كتقطعوه، وغادي نركب القطعه الجهه الاخرى بنفس الطريقه. بعد ما خيطها البنات كنجيب القطعه ديال الدوفا كيف شفتوا الجهه اللي جهه التركيز، كنحطها الوجه على الوجه وكنخيط كيف شفتوا بهذه الطريقه. وكان كراني والخياطة في الأخير باش ما تحلش، والجهة الأخرى كنديرو نفس الطريقة، كنجيب القطعة وكنحطها الوجه على الوجه وكنخيط. وبعد ما سالينا خياطه لي فرونش البنات غادي نعاودو نخيطو واحد الخياطه من الفوق باش يتبتو اكثر. كتحاولي انك تدوزي الخياطه على الحد، يعني واحد جوج ميليم كافيه. كيف شفتوا البنات بعد ما خيط
لي فرونش ها هما تبتوا ما بقاوش واقفين، وكذلك نفس الطريقه كنديروها للجهه الاخرى. وبعد ما ساليتهم بجوج كيجيو على هذا الشكل، كي شفتوا زوينين هكا. وغادي نجيب الضوفة ديال الخلف باش نخيط الكتفين، كندير الوجه على الوجه بالنسبة للمبتدئات، وكنخيط. كنكراني الخياطة بالنسبة للبنات المبتدئة. تقدروا أنكم تبتوا بليزيسبانج. غادي نجيب القطعة اللي غادي ندير بها تشطيب العنق. بالنسبة للبنات لأول مرة يدخلوا عندي القناة، غادي نخلي لكم رابط تشطيب العنق في صندوق الوصف. بحال هاد الحوايج اللي كنكون حطاهم من قبل في القناة، ما كنبغيش نعاود نصورهم لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما البنات بعد ما شطبت العنق، غادي ناخد القطع ديال الصاية باش نعمل لهم لي فرونش او الكشكشة، وغادي نخلي لكم حتى رابط الكشكشة او لي فرونش في صندوق الوصف. وبعد ما عملت الصاية لي فرونش، غادي نجيبها باش نخيطها مع الضوفة. كيف شفتوا كندير الوجه على الوجه وكنخيط دائما تكراني والخياطة هكا باش تثبت مزيان. كنمشي غير بشويه، وفي نفس الوقت وانا كنقاد في لي فرونش بيدي كيف شفتوا البنات. بعد ما خيط الصايه مع الضوفة، غادي ندوز باش نخيط الاكمام. غادي تحدي المنتصف ديالكم، تحديه بواحد
القطعه هكا تقطعيها داك شويه بالمقص باش يبان لك، وغادي تحطيه على الكتف بالنسبه للمبتدئات الوجه على الوجه وكنخيطو. كيف شفتوا البنات، بعد ما ركبت الاكمام وجمعت الفستان من الجوانب كامل، غادي ندوز باش ندير تكفيفه ديال التحت. كنطويو دائما واحد سنتيم على سنتيم او نص سنتيم على نص سنتيم. وكنخيطو. بعد ما ساليت التكفيفة ديال الفستان من التحت، غادي نكفف الأكمام. كيف شفتوا البنات، الكم اللي عندي سامبل، السيدة ما بغات فيه لا موتيف لا شي حاجة. انتم كيبقى لكم اختيار أنكم ديروا الشكل اللي بغيتوا. غادي ندوز التكفيفة عادي. ان شاء الله غادي نصور لكم طريقه الكم اللي شفتوه في الصوره في فيديو اخر، ونحطو لكم بالنسبه اللي بغى داك الموديل. وبهكا كونوا سالينا الفستان وبقى لينا الحزام. بالنسبة لطريقة الحزام البنات، راني ديراها في القناة، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، تقدروا انكم ترجعوا تشوفوه. كيف شفتوا قلبت الحزام على الظهر وكنخيط. وصلنا لنهاية الفيديو البنات، كان هذا هو الموديل ديال اليوم. كنتمنى الطريقة جاتكم سهلة وبسيطة، واللي عنده شي سؤال تخليه ليا في التعليقات. وإلى عجبكم الفيديو ما تنساو تشتركوا في القناة. كنبغيكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.